تداول تلك الأيام ونداولها بين الناس. نشكر يعني الأعضاء على أسهم رئيس الدائرة، يعني بارك الله فيك، يعني الحي ما شاء الله، خاصة في مرحلة لا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكرك يعني شكر كبير، يعني كنت رئيس بلدية كذلك، يعني راهو بإذن الله تعالى. الذي أردت أن أقوله يعني كاين مقولة يعني قالها العربي بن مهيدي رحمه الله تعالى، والعربي بن مهيدي كلكم تعرفوه، والعربي بن مهيدي يعني رحمه الله مات هنا في الأربعة في بقندورة إذا تعرف. هذا الرجل العظيم كان عايش للجزائر، ما كانش عايش لنفسه. هذه يعني ناخذوها من هذا العبر تاع الشهداء. العربي بن مهيدي معروف انه لم يتزوج رحمه الله تعالى، يعني هذه كان عايش للجزائر. نعم، فاحنا لازم كلنا نعيشوا للجزائر. ماذا قدمنا للجزائر؟ كل واحد يقدم، ما يستناش غير اللي يطيروا، هو ثاني يقدم ابسط شيء. العربي بن مهيدي رحمه الله تعالى، يعني باش ما نطولش عليكم، كانت تقول له الام تاعو يا وليدي تزوج وقت نشوف ولادك. كان يقول لها رحمه الله تعالى يا يما اذا تحررت الجزائر نتزوج وتشوفي ولادي. قالها ويلا مت، يعني كانت تحررت الجزائر ومت، فالجزائريين كلهم ابنائي. ما معنى هذا ابنائي؟ لان اي واحد تسقسيه